تعالوا شوف الكارثة، التمساح اللي قضيتها إلى متى يبقى البعير على التلي وياكم البعير شخصيا. حلقة جديدة نبتدي بها بتعطير احليجاتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. عطر احليجك حبيبي ما تخسر شيء، اللهم صلي على محمد وآل محمد. تعالوا شوفوا شنو صدنا بالحلقة، وما احرق لكم شباب، اتفضلوا لايك واشتراك في زر الجرس، لا تنسى حط لايك. حبايب القلب صبحكم الله بالخير، يوم جديد بسم الله ما شاء الله. راحت الشرجية بس جتنا سمومة، يعني شو وقت يجي الشتا اشتقينا كلش بصراحة. اليوم شني بيض السمان والحنطة مسلوقة. اللي متابعيني اول باول يدرون بايش نقدم الخلطات هاي والحبوب، واللي ما متابعين فنحب نقلهم قوة الطيور وانتاجها. بسم الله يوم وفدوا على الله لك. ها لك هاولك سرسري شناي نازل وكذا، شو ليش بتقال لك تنزل؟ صلوات على محمد. يلا خلنا نعطيهم وقت خلي يزقونك. الشرجية راحت، صارت شنو؟ صارت شمال سموم يقطع. بس احنا بعدنا ما داخلين بشهر التاسع، الشهر التاسع كله صيف شباب. 16/10 يلا يتغير فعليا الجو، لذلك هسه شو اسوي بعض الطيور بالقاع شلون تعبانه؟ شوفوهن هاي هيجي، انا الطيور تتاذى عندي وعد انتاج حاليا، هم راح يموت اكيد يموت اذا ظلن هيجي. فايش اسوي؟ ارجع الغطاء هذا اسده، صير شرجية اشيله، سهله كلش سهله، نتوكل بالله نبلش. او رجعت حليمه لعادتها القديمه. هسه تقولوا لي يابا انت مو قلت تدفع شجر؟ يابا يا شجر يا شجر، معودين اذا شفت فوق انحلقهن. لا يا شجر يا دنيا، شوف رجعت سد انحلقهن صدن فوق. ساعات الارضيه شفتوا بعينكم، يعني يا اخوان انت لازم يكون عندك خلق لهي الطيور. شو تشوفن لبين رغباتن وامور الطيبه مالتن. ها شلونكم هسه؟ اكيد احسن. سموم رجع علينا سموم، عبالك ما شهر سابع شنو هاي؟ بس يا ابي محترم والله العظيم يا ولد هذا القماش محترم، يعني ترجيعته سهله فتحته سهله ورخيص، لا تجيب تور زراعي ب 35000 40000 والنقل ما ادري ايش قد ولا لعبان نفس، هذا حتى احسن من تور زراعي اقوى من عنده بعد. فالامور طيبه الحمد لله والشكر. خلاص هاي التطورات لازم نصورها لكم. حاليا طفت الكهرباء شباب والحمد لله الطيور مرتاحات، وبسبب هذا شباب اللي يردون فتح احشاش ويردون تطورات وطيور يردون يشوفون انتاج، انتم كل الحق وياكم. بس يا ولد خلنا نسولف لكم صريح، فراوله ويعني اي عشاش عندي جاي يصير جاي ينتجون الحمد لله والشكر ويزقون. ايش وقت بيضوا يمي؟ بيضوا بشهر السابع، بالسابع على الثامن اوكي، يعني يتبيض 15 يوم 10 ايام 15 يوم ترقد 25 يوم الى ان يزقونهم الى ان وصلوهم كمل الريش مالهم. بالفيديو الاخير شفتوا انتم هذا الافراخ الاثنين هنا، واحد طلع من العش، دول الافراخ اخوان صورتهم نشرت الفيديو بالليل اجيت لقيتهم ميتين، الله شاهد علي يا ولد لقيته بالقاع بس ما صورته، كان الدنيا الليل وما حد تصوير الليل تدرون بي انتم. بالنسبه للفراوله كذلك نفس الوضعيه، هذا هم قلت اعوفه منه جصاره. شوفوا هذا طاقم عمره هم مات يا ولد، خليكم مكاني يعني الله شاهد شباب. يعني الطيور هسه ما اكو طيور هواي ما صورتها، هاي المخاليف اللي طلعت ما مصورها ولا طلعتها جاي تكمل عده وتطلع. تصور شهر السابع والثامن جاي بيضون بي والافراخ لحمه لحمه بشهر السابع، ايش قد الجو حار كم لا وكم الريش وما بيهم شيء، بس صورتهم هالفيديو ماتوا. انتم قولوا يلا، انتم قولوا لي شنو العله؟ شو اسوي يلا بهاي الحاله؟ شو اسوي؟ انت خليكم مكاني، شنو رايك بشرفك؟ اللي يسالون على البلابول هذا حالي شوفوا اخوان، بسم الله ما شاء الله هاي المرحله اللي وصلوا لها. هذا الفحل اللي قلتوا لي عليه وهاي النثيه، شوفوا شلون جات الشرد من عندي، بس انا ما اطلعها شويه وترجع على راسي، يعني ما ادري قالوا لي شيء غير ريش. على العموم هذا القلاص اللي اجيب لهم بالقبابي، خل اروح اجيب لهم قبابي بعد ما اعطي لي الكوكتيلات والطيور المحميه كلها، يعني هذا ذره صفرة وبيض سلق اليوم صار لي تقريبا فتره ما مطين. لا ادخل المحميه اشوفكم البطيخ، زرعنا بطيخ. هاي كل سنه اخوان ازرع بطيخ، بطيخ يعني حلو بالنمو الخضري، مو على مود انتاجه بس نمو خضري كلش حلو، اقدر اسوي متسلق واصعده فوق لانه هالمتسلق سلمها. نقول بسم الله.
يا الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا 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 لا، مخوش مخوش مخوش، آخر العنقود. يلا استاذ علان تراي، واضح عندكم؟ ما واضح. تعال تعال تعال، هذا نازل من العيش، وانا عرفته هو بطل العيش، عرفته من حق اخوانه. الله يعوضنا. نبلش نوزع لهم الادره شباب. هاي الادره ساعتين ونص على السلق على نار هادئه، خليتها هالمره. كل مره خليها نار قويه ما تستوي بسرعه، يعني مو بسرعه بس ما تستوي عدل، حتى لو اخليها شقد ما اخليها، خلوها دائما يعني فتره كلش طويله لحد ما تشوفونها هيش تتفتت باعوا، حتى الطيور ياكلونها بسهوله خاصه في الشاطئ يعني. وانا شوي احاول اعجنها هيش بيجيلهم، لانه دول ما يتحملون او ما يقدرون مثل المعاقيس. شوفوا هسه كمل التوزيع وارجع لكم. كملت التوزيع شباب، حاليا فتره ظهريه وطيور بعدهم ما نازلين ياكلون. من المزدور اصور لكم بس هذولي توكيلات كانت ياكلون. سيجوك البيض اقشره واخلي الكشور بالمحميه، لان الاخوان كلش يحبون ياكلونه فوق هذا الكليس، فوق هاي التفاصيل جاي اخليها ياكلون كشور البيض. لا ما شاء الله الفنشات ياكلون الذره الصفراء المسلوقه سلق مضبوط. شباب الفوائد انا حاكي عنها بالقناه، بيها فوائد كلش هواي، حتى الكناري هاي جاي تشوفون. بسم الله ما شاء الله. البنغالي كذلك، طير الحوب هم، وهذول الملائكة هم هذول أبطال هاي الأكلة. الطيور خلتنا قد يلا والله تنزل. اجا وقت الشمبارة شمبارة شمبارة يا با، أمس طيتم البتيتة بخلصينا اليوم. هاي ايش طلعت هاي؟ شين انت ما تملون ما تشبعون ولا واحدة جاي تتحول؟ كل أربعة أيام خمسة أيام لو قال واحدة متحولة لو لا، اللي متحولات هذين الشباب هذني جاي يتحولون. هاي وحده هاي وحده، فوق اثنين خلاهم في سكيم لين، بس ما ادري وين راح. احنا سنه جو ولا ابدات ما ادري وين. انا ما اريد نزعجهم بس انا بس اصور لكم. والله شباب مختفيات، عفوا عفوا براحتنا عوائل هاي ما علينا بيهم. خليت بيض للبلاول هم راح اعطيهن، طبعا من زمن بعيد من ايام لما جبت الفراخ ما مطيهن. وهسه هذني نجيب قلاصنا ونجيب، صاروا كلها عمالقه احجام. واخيرا لقيت وحده جاي تتحول شرنقه. هاي بعدين تصير خنفسانه وتبيض، والبيض ياكل ياكل يكبر يفقس، من بعد ما يفقس يكبر يصير مثل هذولي. وهكذا هذه دورة حياته، تقريبا بثلاث شهور تكمل دورة حياته. بديت الباب وهسه اوكلهم وياكم. تعال هذا عندي كل شيء. بسم الله ما شاء الله. تعال 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 حبيبي. هل 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 ابهاطو هلا شراد الاليف. تعال انت هاي راح تلعق اربعه. تعال تعال يا شباب مثل ما جاي يشوفونهن. هاي خلاص هيك هي اعطيهن اكل وياكل. يلا تعال بس يشوفون قبابيه بس ينزلون. تعال 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 تعال. عشان شو انقلوا فيكم؟ تعال 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 تعال. هاي ميتة ياكلها، قل له يعطيه ميتة تعال. والله اذا دوتش بيها يلا طاحت، يعني ما تفيد الميتة، يطرب على عدل هو. تعال انت تعال. هاي نفي خراب يومه، شلعت قلبه شلي ويش. تعال شويش هذا خبابي خبابي. تعال 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 تعال. شبع شباب ورجعت للأخفاصة، طبعا خاف من شغل فلاش هذا الزاد، بعدين نطيهن ندليهن دلال خضروات هاي خيار، حتى طرح نطيهن تمر جواهن خلطة هاي موجودة. وسطيتهن بيض اليوم شو ياكلن الان.
تعالوا شوف الكارثة تمساح اللي قضيتها. اللي يسألوني على الجربوع شلون اصيده، والله العظيم يا ولد لو يمي واحد وخليه يصور وياي على مود يشوفني شلون اصيده الكم. يض يد يا ولد كزمته خليته عدل بهذا، ارد اشوف السمانات شي سوى له. طبعا انا عوقته بس ارد اشوف السمانات شي سوى له. تعال مر بصدج. العفو اسف اسف انا والله. شي سوى سوى له شي بس يا ولد كبير عملاق عملاق. ناس يسمونه وزق، ناس يسمونه ببريص، ناس يسمونه جربوع، ناس يسمونه انواع التسميات، بس انا هذا اللي قضيته هسه اسميه تمساح. يا ولد ماكو هيك حجم دخيلك يا رب. في ماكو شنو شاك بس اعرف والله. بس الدود اشتغله ممكن موت. لا ما ادري يموت انا. هلا بعده بوعش قده يا ربك. اوووي بعدين ايش كبره. انا اعتذر عن هالمنظر يا ولد، بس لازم يشمرون السمرات وشوف شنو يرد فعلهم. اربع ناس يضجون من لازم تريد خاصه النسوان. يلا بالله خلينا نشوفهم. اي شافنا قلت شنو شوفنا كلنا شنو ما يبين شباب دنيا غروب هسه. كذب علي فلاش. يلا هسه يبين عندك ولا لا. خرب يومك. هم من بيضه هاي، هم من بيضه. يوم شفت لي ست بيضات شفت شنو سالفتك. شو غلسن ولا كان يدرن ولا كان اكو جربوع يمن، بس انا شبعانات لان بس دوت شنو دوتين سمانتين وياكل دوت فشبعان. انصت يا ولد انا محميتي محكمها كلش محكمه، يعني شغلات بسيطه يطلع منها ويطلع منها، بس هاي كلها محكمه. انه شو يسوون ينزلن جوا وياكلن صرصر هناك يلفدن. فشفت واحد صغير هنا وركضت وراه اجى من شريط طب هنا. طب منين طلع من هناك من جوا عمر هيك. شو انا جاي اتحرك وهو طلع كانه تمساح يركض يوابق ما يستان. لو قلت له الله جابك الكبار بسرعه يفحطن قتلت الحمد لله. لان السمانات فشلني الله شاهد يا ولد مطيهن واحد اكبر من عنده مزقاته تمزيق من كان المجموعه. بس ذن شبعانه خصوص الكوكتيلات اللي اكو تعليقات جاي تتكرر هاي الفتره الاخيره، يعني يحكون عاد يحكينا تفاصيل كامله عن الكوكتيل. نريد شلون نالفه، شلون نسوي اليف، شلون يبزر، شلون نعلمه على الكلام، شلون شباب. وانا اقول لكم بالتعليقات جاي ارد عليكم اقول لكم موجوده الفيديوهات مو فيديوهات بعيده بالفتره القريبه، يعني من كان عندي حناطه قبل لا يروح اللي متابعين وشايفين حناطه مو على الناس جدا، يعني ناشر على شلون تعلمه شلون تغذيه حتى السيريلاك من البيت. فانت تعب نفسك شوي ادخل على القناه وانزل على الفيديوهات السابقه. يعني هم سر مو حلو انا بشهر واحد اسوي لي ثلاث فيديوهات اربع على الكوكتيل صار كلش مو حلوه. لذلك انزل بتعليق الفيديوهات وتحصل الفيديوهات اللي تريدها من تعليم تبزير الكلش. بالنسبة للناس الجدد اللي جوني بالقناة اتشرف فيكم وهذا الشيء فرحنا الله شاهد، واكيد ما اجى من فراغ، يعني اكيد من وقفتكم الناس القديمين وتعبي اللي جاي اقدمه ورب العالمين سبحانه وتعالى ما يضيع تعب ان شاء الله. يسألوني بالفترة الاخيرة اسئلة ملحة عن الكوكتيل، مثلا عن الفرق شلون نسحبه وش وقت نسحبه وشلون نزقه وشلون نعطي تعليمات. شباب هذول كلهن اول شيء سلاك انا مسوي بالبيت من داخل البيت ما خليك تشتري، ومع الدليل انه كان عندي كوكتيل حناطه اللي تذكرون وطار من عندي. طبعا هالكوكتيل الناس الجدد ما يعرفون طار من عندي وراح ما حصلته بعد. على العموم ربيته وهو صغير على هذا السيلاك وكبرته وانطيته التعليمات وتعلم وبدا يحكي وبدا يسلم عليه، وهاي التفاصيل كلها موجوده تلقونها تنزلون بالقناه بالفيديوهات ما تلقون مثلا حناطه هو اسمه حناطه الهدد الخارجي. داخل هذا الفيديو يومياتي انا اتضمن من عندي مثلا شلون اعلمه وشلون اعطيه تعليمات وهاي تفاصيل كامله. واذا انت ما تحب فيديوهات مطوله تقدر تدخل على الفيديوهات الشورت هم موجود ناشر بها هاي التفاصيل، وهم تقدر تروح على قناتي بالتيك توك هم ناشر بها فكره موحده عن مثلا جولدن على اي طير. واللي نرجع لليوتيوب حمله بالاخير جاي يصير علي يقولون انت جاي تغشنا بالصور المصغره او جاي تسوي دراما. شباب الله شاهد علي وحق عافيتي لا غاشكم ولا مسوي دراما ولا شيء. بالنسبه للموضوع الحقيقه بس جبتها خليتها بالصوره المصغره لان ما حصلتها بالفيديو، فخليتها بالصوره المصغره لجذب النظر. والصوره الثانيه اللي هي مال الصيد الخارجي اللي مسويها بالشبشه وطير قدامي، هذا الطير انا جبته وخليته صحيح ما موجود بس هو موجود بالفيديو. فاخوان ما جاي اكذب ليش جاي يصير علي هذا الحكي ما ادري. على العموم مقتضى التنويه بالنسبه لي يسالون عن فكره موحده وانا ناشر انواع واشكال عن كل الطيور فكره مخصصه بس هي نضمنها داخل الفيديوهات وبيها تلقون اشاره لو بعنوان الفيديو لو بالصوره المصغره. وحياكم الله واتشرف بكم الكل.
الشباب بالنسبة للكوكتيل اللي جاي يشوف هسه حاليا عند زوج جاي يزوجون بالذول البينوات جاي يشوف ثلاثة أرباح مو في حلة، فما أعرف أنا راح أبطل الناس وعلى كلمة أبطل فحل يعني جور وسمبل بحدهم ذول أحكيكم على الشباب وأطلع زايد من عندهم اللي هم اللي في حلة، فاللي رايد في حلة كوكتيل البينو إن شاء الله شهر بهذا الموسم وميز بيناتهم حتى أشر لهم وأطلع الفاض. جيت من هنا أشوفكم بسم الله ما شاء الله، صلوا على الحبيب المصطفى صلوات على النبي. يوم يوم تقول هندي شلون يزب راسه نشيل الشباب جاي نصور لكم واحنا خايفين اي بالله، يعني اكو واحد قد ناصف شرفك صلى على محمد خلي الطيور يعني مستوره ولا يموت انا الدنيا. احب اصور لكم قبل ما يتم لازم اصور لكم اقول هذا المشاهد يستحق انه يشوف مشاهد ممتعه فعلا انت تستحق، ولذلك ضع لايك واشتراك فعل زر الجرس وشارك القناة ويا الناس القريبة عليك. بوك شم نقال واشترك اشترك لي فيهن رحمة امك وبوك ساعدونا خلنا نوصل 100,000 يعني الى متى يبقى البعير على التلي. وياكم البعير شخصيا في مالا اشوفكم حلقات جديدة.